بسم الله الرحمن الرحيم. متى فرض شهر رمضان؟ رمضان السي فردي كم ملعوي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب، إمام النووي أيامها مهذب شرح لي، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضان تسعة سنين، سجل سنة صوم النبي عليه الصلاة والسلام رمضان سجل سنة أبي نبي، لأنه فرض كهك النمي فردي كيف في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، رمضان باهو هجرته مدينة ميتك سر نم سنة نمي هيتو السنة لا أكا رمضان باهو هل ستا فردي كاليكي. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربيه في شهر ربيع الأول، ربيع الأول تربي سنة 11 من الهجرة، هجرته كاتبا كي إنك هيتو السنة ربيه تن لا سقل سنة سوم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد الله البسام وفقه الله إيامها في توضيح الأحكام لعسى كتاب لا إيامها، وفرض صوم رمضان رمضان على سي فردي كه أمة الإسلامية في شعبان رمضان باه على في السنة الثانية من الهجرة، هجرة نبي هجرة أبيك ودره مدينة ميتك ودري لي نم هاي السنة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تكل يلي فرموتي صومه تسع رمضانات إجماعا مسلمين التلقيك سجل سنة صوم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل الإجماع المرداوي رحمه الله في الإنصاف، إنصاف لا حنا بلا كتابي ركلي إجماع كسيسي مع الانتي أهل في أول كتاب الصوم، والبهوتي في الروض المربع بهوتي كادو، وابن مفلح في المبدع، كل هذا كل هؤلاء علماء الحنابلة رحمه